سنة ثالثة أنا زميلتكم المج سوالمة من منصة قمة الطبية، راح أستكمل معكم إن شاء الله شرح باقي محاضرات الفسيولوجي. اليوم عندنا محاضرة رقم 3 في المادة ومحاضرة رقم 2 للدكتورة أروى. اليوم راح أحكي معكم بدون يعني إنه صورة أو فيديو، ليش؟ لأنه صراحة معجوقة شوي هاي الفترة هالكم يوم، دوام الأطفال شوي معجوق وعندي سيمينارات وزي هيك، فتأخرت عليكم في المحاضرة يعني سامحوني. بتعرفوا يعني إن المحاضرة قبل ما تتمنتج قبل ما هيك تاخد وقت معي، لأنه بحاول إنه أحكي كل إشي وإنه أرتب المعلومات تمام، بحيث يعني بطريقة إنه توصلكم الفكرة. فركزوا معي اليوم. بدي تحكوا لي كيف شفتوا محاضرة الكاردك سايكل، سهلة صح؟ وما شاء الله عليكم اليوم يعني أبهرتوني بإجاباتكم لما بعت لكم الأسئلة، فإنه استمروا. اليوم محاضرتنا خلينا نبلش في المحاضرة الجميلة، خلينا أحط لكم هون هيك قلب عشان هي عن جد محاضرة جميلة. اليوم محاضرتنا سهلة، محاضرة يعني تحسوها فيها شوية تكرار تمام، راح أركز على أشياء معينة بتركزوا عليها، في أشياء كتير حكتها الدكتورة في الريكورد ضفت لكم إياها بحيث إنه نمشي سريع، اللي بالأخضر مهم ممكن يجي عليه أسئلة تمام. اليوم محاضرتنا بسم الله الرحمن الرحيم راح تكون عن البامبينج أكشن أوف ذا هارت. حكينا إنه الهارت إيش وظيفته، يوصل لي الدم لباقي أجزاء الجسم تمام. حكينا إنه بيتكون من كوندكتيف سيستم اللي هو المايسترو عليه الشامبيون عليه اللي هي الاس ان او تمام. ممتازين. اول اشي طبعا انا غيرت ترتيب السلايدات شوي بحيث انه بس نحكي نحس انه في ترابط بالمعلومات. حكيت لكم المره الماضيه انه انا بشبه القلب عباره عن شو يا ثالثه، عباره عن تو كبس تمام. الكب اللي من فوق اللي بنسميه الاتريوم او اللي هو السوبرا فنتريكولار، السوبرا فنتريكولار لانه يعني سوبرا فوق، فنتريكولار الاشي الابوف الفنتريكل ايش هو الاتريوم، فنحن بنطلق عليه اسم سوبرا فنتريكولار تمام. هلا من فوق بينقبض كوحده واحده، اللي من تحت برضه بينقبض كوحده واحده. طبعا انا كنت حابه افرجيكم شكل ايدي هم هيك عم ينقبضوا كوحده واحده تمام. حكيت لكم بشبهوهم نطلق عليهم برضه مصطلح السنسيشيوم. السنسيشيوم شو يعني سنسيشيوم؟ يعني اورجنايزد، يعني منظمين، يعني مع بعض كوحده واحده تمام. ايش اللي بخلي القلب يشتغل كوحده واحده بخليه از اسنسيشن، غير انه في عندي شو اسمه الانترانودال باندل وهاي الاشياء وهدول البندلات اللي بتنقل لي من الرايت لللفت، غير هذا الاشي في ميزه خاصه جوا نفسها الخلايا الموجودة كهيستولوجي. ايش هي الخصائص؟ في اشي اسمه اخذته اكيد في الهيستولوجي الانتر كاليتد ديسك، اشي كتير مميز في الهارت مصل انه في عندي الانتر كاليتد ديسك، بين كل سل والتانية في عندي الانتر كاليتد ديسك. ايش هو هذا الانتر كاليتد ديسك؟ هو عبارة عن شيئين نحن برضو بنعرفهم، عبارة عن خليني اشبه لكم اياها زي النفق تمام. عباره عن في عندي جاب جونكشن اللي هو النفق اللي بمر فياته السيجنال تمام، بمر فياته السيجنال، وفي عندي اشي اسمه ديزموزوم. ديزموزوم اكيد اشرح لكم دكتوره فردوس بالتفصيل عن الديزموزوم. الديزموزوم هو اشي بثبت اشي، يعني كيف يعني؟ يعني بكون له هو شكله زي هيك بالضبط، عليه شعارات من هون، بكون بثبت خلية معينة مثلا بالسلمبرين، هاي بنسميه ديزموزوم تمام. بثبت اشي. هلا وظيفة الديزموزوم انه يعمل ادهيجن وتايت للمولكيول. هلا نحن زي ما بنعرف في عملية الانقباض راح يصير في تغيرات، يعني بنعرف انه مثلا السكليت المصل لما يصير بدها انقباض او كونتراكشن المفروض تطول وتقصر صح؟ فبتحسوا في بيصير يعني في تباعد بين السيلز عن بعض. هلا عشان اضمن انا انه ما يصير في تباعد ما بين السيلز تاعون الكاردك مصل وضلوا وحده واحده وماسكين مع بعض وما يفلتوا عن بعض تمام، انا لازم اثبتهم بشيء تمام، زي الاسمنت تمام، زي الاسمنت بالضبط اللي هي الديزموزوم اوكي، تعمل عندنا ادهيجن وتايتنس للمولكيولات في بعضهم. هلا الديزموزوم هاد لما يكون راكب عليه الجاب جنكشن، الجاب جنكشن مع بعض بنسميهم الانتركليتد ديسك تمام. الانتركليتد ديسك هون انا بضمن عن جد عن جد
انه كل السيلز الموجودات في الكارديك ماسل اللي هم الكونتراكتايل سيل يكونوا ماسكين ببعض هم نفسهم عن طريق الانتركليتد ديسك، تمام، عن طريق الانتركليتد ديسك، وبرضه الجاب جنكشن بكون يعني بضمن انه هاي الكارديك سيل ماسكين بالنود بطريقة محترمة، بطريقة حلوة ممتازة، تضمن وصول الاكشن بوتنشال، خلينا نحكي من الاس اي نود، من الشامبيون نود مباشرة على السيلز. وصلت؟ اذا في عندي انتركليتد ديسك، هو عبارة عن ايش؟ شغلتين، عبارة عن جاب جنكشن، عبارة عن ديزموزوم. الديزموزوم وظيفتها تثبت هذول الخلايا مع بعض، تعون الهارت سيل ما يفلتوا عن بعض لما يصير الكونتراكشن، كل واحد يصير في جهة يزحلقوا، تمام. وعندنا الجاب جنكشن، الجاب جنكشن بيضمن انه الالكتريكال كارنت او الاكشن بوتنشال يوصل بسرعة عالية، ما يصير فيه اي تأخر، يمشي مباشرة من الاس اي نود وينتقل عن طريق او يروح على الكونتراكتايل سيل مباشرة. الكونتراكتايل سيل في بيناتهم انتركليتد ديسك، بتنقل الكرنت زي كأنه وحدة واحدة، ما كل خلية بتنقبض لحالها وبتبلش شغل لحالها وبترجع مرة تانية واكشن بوتنشال واحد، لا هم از وحدة واحدة، تمام، كلياتهم مع بعض. طب ينتقل سريع سريع سريع، اذا الجامب جنكشن ميزته انه بخلي الانقباض الموجود في الكونتراكتايل سيل، بركزوا لي على كلمة كونتراكتايل سيل، سريع جدا 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 از كوحدة واحدة. فبنحكي انه بسبب وجود الجاب جنكشن اللي كونكت السيل تو سيل، هاي واحد، وبرضه بيربط لي النودل سيل زي ما حكيت لكم مع الكونتراكتايل سيل، هون بضمن انه تمام انه at the same time يصير الكونتراكشن كلياته، ويكون فاست فاست بقدر الامكان، ما يصير في اي تاخر، عشان هيك بنسميها functional sensation، تمام. اذا functional sensation بسبب وجود ايش؟ الانتركليتد ديسك، بسبب وجود الديزموزوم، بسبب وجود ايش؟ الجاب جنكشن. تركزوا بالاسباب اللي نطلق، يعني انا لما اجي بدي اسالكم سؤال على الجروب بكون هدفي اني اشوف هل انتم وصلتكم المعلومه. يعني لما احكي فانكشن سنسيشن سببها شغلتين، الجاب جنكشن وسببها ايش؟ الديزموزوم، ومجموعهم هو الانتركليتس، تمام. لازم يكون متوفر هدول الثلاث اشياء فيها، مش وحده فيهم. ممتاز. هلا بلشت الدكتورة عم تحكي لي عن مواصفات الـ AV node، عن البندل اوف هيس، عن الكوندكتيف سيستم كامل بشكل عام، كل واحدة مواصفاتها فيهم، تمام. اول واحدة حكينا في عندي الـ SA node، تمام، سلمت الراية، المفروض تسلم الراية للـ AV node، وكلياتنا خلاص صرنا فاميليار مع معلومة انه الـ AV node ايش مالها يا ثالثة، ايش وظيفتها، انها بتعمل ديلي على او بوينت 1. كل مرة برسم بكتب لكم اياها، تمام. تعمل عندنا ديلي على 0.1 عشان تسمح خلينا نحكي الاكشن بوتنشال، انه اضمن انه كل اشي في الاتريوم انقبض لوحده ونزل شو اسمه الاكشن بوتنشال كامل على الفنتريكل بدون اي انه اي خلينا نحكي سل ما انقبضتش كامل، انه خلاص انا متاكده انه صار في فيلنج كامل وصار انقباض كامل في الاتريوم، فبتعطيني هذا الديلي ب 0.1 سكند، تمام. هلا بدنا نعرف وين اللوكيشن للاي في نود، اكيد يمكن انتم اخذتوها في الاناتومي او شيء زي هيك، بس خلينا نراجع شوي. هلا الدكتور، هلا نتفق، هلا كل الاي في والبندل اوف هيس وهدول كلياتهم عباره عن دي، تمام. الشيء الوحيد السوبر فيشل هو الاس اي نود، تمام، اس اس. هلا وين مكانها بالضبط هاي الاي في؟ هي بالضبط بتحكي لك الدكتوره سب اندوكارديال، يعني محشية جوا دي بي ديب في الاندوكارديوم تحت، تمام، انفرا لتحت، ميديالي في الرايت اتريوم. عند الرايت اتريوم لو افتحه راح الاقي انه في جهة الميديال عنده هون، جهة الانفيرير شوي هي هون بالضبط، راح الاقي انا عندي ايش؟ الاي في نود، تمام. هلا بدنا نعمل زومينج على الاي في نود عشان اشوف انا بالضبط وين بتكون موجوده. هلا انا لو جبت الرايت اتريوم، تمام، الرايت اتريوم وفتحته، مزعته هيك من برا وفتحته، راح الاقي في عند عده، خليني احكي
لاند ماركس، تمام؟ انا بهمني بالاشياء الموجوده في الرايت اتريوم عشان افصل بالضبط الافي نود وين موجوده، منطقه او تراينجل بنسميها الكوخ تراينجل، الكوخ تراينجل او كوخ ريجن، هيها الكوخ ريجن او تراينجل. لو بدي افتح الاتريوم حتكون مبينه بهاي المنطقه، تمام؟ هاي المنطقه او الكوخ تريانجل هي زي المثلث شكله، على التب على التب عليه على راس المثلث، نعرف ان المثلث هيك شكله، في عندي هون على راسه شيء اسمه توب، صح ولا لا؟ القمه تعونه في عليها ايش؟ الاي في نود، تمام؟ اذا الاي في نود وين بتكون موجوده يا ثالثه؟ على التوب اوف ذا كوخ ريجن، تمام؟ بتضلوا انا اشرح هيك، تطلعوا على هاي الصوره عشان هيك تبصموا شكلها، تمام؟ ما بعرفش صراحه تجيب عليها اسئله صراحه، بس بحسها يعني هيك، يعني انه هيك يعني معلومات حلوه نعرفها، تمام؟ اذا عندي كوخ ريجن هيها الترينجل، بتطلع على التوب اوف ذا ترينجل، في عندي ايش؟ الاي في نود، تمام؟ هل ايش هو هذا الكوخ ترينجل اللي عم تحكي عنه الدكتوره؟ عباره عن ترينجل مثلث في له قاعده من تحت اللي هي الفرونت، تمام؟ اللي بوجهنا جاي، لانه انا هيك فاتحيته ومسطحيته للاتريوم، تمام؟ لو بدي اخده از اكب، از اكب بتكون في له انتيرير، في له انتيرير، في له فرونت، فرونت، وفي له بيهايند، بيهايند، تمام؟ تخيلتوا كيف؟ لانه تحتيه مباشره هون الترايكاسبيد، الترايكاسبيد، تمام؟ الترايكاسبيد تحتيه هون مباشره، فراح يكون عندنا الفرونت، الفرونت لهاي المنطقه هيك، تطلعوا على كيف اتجاه لتحت الفرونت، في عندي هناك لورا لورا البيهايند، بيهايند يعني خلف، وفي عندي في الانتيير في وجهنا المفروض انا اشوف اشي، تمام؟ هل ايش في بوجهه؟ في ال في الـ في الان فرونت، فياته ال البيز تاعون السبيتال ليفلت تاعون التراي كاسبيد فالف، حكيت لكم هو في وجهه مباشره حيكون في عندي تراي كاسبيد فالف، بتعرفوا انه التراي كاسبيد فالف فياته 3 ليفلت، تمام؟ البيزل تبع السبتال ليفلت هذا موجود في الانفرونت، تمام؟ كيف بدي احفظها؟ هاي فرونت في عندي ليفلت، تمام؟ ليفلت، وزي ما بنعرف انه في تحت لا الرايت اتريوم في تحتيه ايش مباشره بيفتح عندي الترايكاسبيد، اذا ان فرونت في عندي البيز تاعون السبتال ليفلت اوف ذا ترايكاسبيد فالف، هلا بيهايند وراه وراه راح الاقي مباشره عندي ايش ال خليني احكي الانتيرير مارجن الاوبننج اوف ذا كورونري ساينس، تمام؟ شايفين هاي الكورونري ساينس، هاي الكورونري ساينس في الها فتحه، تمام؟ هي الفتحه قدامي هون الانتيرير مارجن تاعونها، الانتيرير مارجن تاعونها اللي بكون ابوف لا شيء اسمه تندون تودارو، تمام؟ تندون اوف تودارو، تندون اوف تودارو، في عندنا انتيرير له اللي هي ايش؟ هي فتحه الكورونري ساينس، تمام؟ هلا فتحه الكورونري ساينس الانتيريور مارجن لإلها بشكل البيهايند، البيهايند لا هاي الكوخ، لهاي الكوخ باوندري. هلا انتيريورلي، انتيريورلي بوجهنا المفروض انا اشوف الاتريوم بروبر او الرف. هلا انا لما اجي بدي افتح الاتريوم خاصه الرايت اتريوم، تمام؟ لما افتحه بوجهي مباشره حيكون في رف هيك عليها زي الروق الموجات في الاستومك، هدول هم اللي بقصدها الدكتور. طبعا هون بدي تركزوا لي على مصطلح انه الاتريوم البروبر بكون رف، ايش هي رف؟ اذا في عندي انتيرير اللي هم انت الانتيرير هي اتريوم، انتير اتريوم بروبر هي بتكون الرف، تمام؟ لانه انتيرير حرف الار، تمام. هلا ان ان فرونت في عندي الليفلت تاعون ايش؟ تراي كاسبيد فالف البيس تاعونها، تمام؟ بيهايند، بيهايند وراها راح يكون في عندي الكورونري ساينس فتحتها الانتيرير مارجن لهي الفتحه اللي بتكون above للتندون اوف تودارو. وصلت؟ فهمناها؟ فهمناها. هاي هيك، اذا عندنا الاي في نود وين بتكون موجوده؟ على التوب او على التب من فوق تاعون ايش؟ الترينجل تاعون كوخ، الترينجل تاعون كوخ، بتكون ديب ديب على الرايت اتريوم، تمام. زي ما حكينا هي عبارة عن ايش بتعمل يا ثالثة؟ ديلي، ديلي، او اطلقت عليه الدكتور هون مصطلح ثاني اللي هو ديلي، اتزدي مصطلح ثاني بنحكي عنه اللي هو عندنا ديكريمنتال، ديكريمنتال يعني لما تحكي لي الدكتورة ديكريمنتال انا عم بحكي عن سلو، انا عم بحكي عن ديلي،
اسمها decremental documentation اذا slow down the action potential 0.1 ملي سكند. سوري سكند. تمام. هلا ايش بخلي هال AV node ربنا ايش حط فيها عشان تعمل delay؟ ليش هي بتعمل ديلي؟ احكي لكم ليش هي بتعمل ديلي، لانها لما اجي بدي اكبرها تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب راح الاقي فيها عده اشياء. تمام. نحن حكينا انه اللي بيسرع، اللي بيخليه سريع ومريع كثير الاكشن بوتنشن ما بين الكونتراكتايل سيل، انه في عندي ايش؟ جاب جنكشن، جاب جنكشن. هلا الاي في نود ربنا خلقها عندها شويه بس جاب جنكشن، شويه جاب جنكشن، فعشان هيك حتكون عندنا الاكشن بوتنشال فيها ايش ماله؟ رح يكون خفيف وسلو. تمام؟ وسلو. اوكي، اذا عندنا هي كميات قليله من الجاب جنكشن حتعمل عندنا فيور او سلور ذان لا الكونتراكتايل سيل. هاي كثير مهمه المعلومه هاي، اول واحد. اثنين، هلا هي كتير صغيرة، تمام، مساحتها كتير صغيرة، فزي ما بتعرفوا مساحة صغيرة يعني more resistant، يعني أنا عم بحكي عن في delay. تمام، delay. إذا smaller diameter في smaller velocity، عندنا fewer gap junction، أقل كميات من gap junction، معناها أنا بحكي عن slower than، معناها هون أنا بستنتج إنه عن جد كل الكونتراكتايل سيل هم أسرع من الاي في نود. تمام، لحد الآن صرنا مصفطينهم إنه الكونتراكتايل سيل أسرع من الـ AV node. أوكي؟ أوكي. هلأ هل AV node، هل AV node لما تمشي الـ action potential لازم نمر الـ action potential بمسارين، تمام؟ مسار من هون ومسار من هون، تمام؟ مش مهم تعرفوا لي مكان المسار، مسارين، إشي بنسميه الـ slow، تمام؟ السلو باثوي وفي عندي الفاست باثوي. هلا 80% 80% من هالكل هالالكتريكال سيجنال المفروض يمروا بالفاست باثوي، في الفاست لانه السريع احنا بدنا سرعه في القلب. تمام، 80% راح يمر. اوكي، هلا 20% 20% المفروض يمروا عندنا في السلو. تمام، هلا بس في بعض الناس 80% بمروا بالسلو بالفاست، سوري بالفاست، و20% بمروا بالفاست والسلو برضه، بالفاست والسلو. هلا في طريق سريع مع طريق شو اسمه بطيء، اشي وصل بسرعة على الفنتريكل، اشي وصل بطيء على الفنتريكل، كل جهة راح تنقبض من جهة. فانا عم بحكي هون عن اشي اسمه اتريال تشاكي كارديا، اتريال تاكي كارديا. نحن بالعاده بنحكي عن سوبرا فنتريكولار تاك، تمام، سوبرا فنتريكولار، لانه اتريال حكيت بنفس منطقه السوبرا فنتريكولار. اوكي، اذا عندنا اذا صار في عندي انه هذا الشخص عنده يا حرام شو اسمه انه يعني هذا الشخص انه هل الالكتريكال امبلس عنده الاكشن بوتنشال بمر بالسلو بالفاست، زي ما حكيت لكم اشي حيوصل قبل اشي حيوصل بعد، فراح يدخل البيشنت باتريال او سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. وصلت؟ هيك سهل. اذا عندنا الاي في نوت سهله، مكانها وين؟ على التوب اوف الكوخ. تمام، الكوخ حكينا ايش تقسيماته، وحكينا انها الى تو باث واي، تمام، السلو والفاست، وحكينا ايش عنها برضو يا ثالثه، ليش نحن تعمل ديلي، ليش تعمل ديلي؟ لنا سببين اي في، سببين فيور جاب جانكشن، وعندنا سمولر في الدايمتر از مور ريزيستنس، معناته راح تكون ابطا، سمولر في الفيلوسيتي، سمولر في الفيلوسيتي. طيب هلا إذا صار في عندي مشكلة في خلينا نحكي يعني إنه مشكلة زي صار في عندي إكتوبك أو إشي، يعني مش مهم تعرفوا لي إيش هي المشكلة، باثولوجيكال كونديشن عملت أوفر ستيمولاشن لهاي الأي بي نود. هلا هاي الأي بي نود شو وظيفتها تعمل؟ حكينا ديلي أو ديكريمنتال. إذا صار هذا الديكريمنتال أقل شو بتوقع؟ إتز أو يعني إنه راح يصير في عندي تكي، تمام، راح يصير في عندي تكي للاتريوم، راح يكون اسرع الاتريوم، ممكن يدخله في حاله شيء اسمه اتريال فيب او اتريال فيبريليشن. اتريال فيبريليشن بتتخلي سوري شو هذا اللي رسمته، الاتريال فيبريليشن بتتخيلوا لي اياه زي كانه الاتريوم عم ايش عم دانسينج، تمام، حركه هيك 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 سريع، يعني زي كانك مسكت ايدك او مسكت علبه عم بترش فيها هيك حركه يعني سريعه سريعه سريعه، ونحن ما بنحبها لانه الاتشر فيبريليشن مصيبه.
ليش مصيبة؟ لأنه ممكن يعمل لي البلمونري امبوليزم، تمام؟ ممكن يعمل لي بلمونري امبوليزم، هاي هي مشكلة الأتريال فيبريشن، فنحن لازم بسرعة يعني نعتبرها ميديكال ايمرجنسي. أوكي، إذا أوفر ستيميليشن الأي نود معناته أقل ديلي، أقل ديلي حيدخل الهارت في إشي اسمه أتريال فيب، أتريال فيبريشن. أما لما أحكي إنه مر بسلو، بالسلو هذا إشي مر من هون، إشي مر من هون، راح يدخل لي في أتريال تاكيكارديا، وإذا طولت كتير ممكن تتحول لأتريال فيب. أوكي؟ أوكي، تمام. هلا زي ما بنعرف، زي ما فهمناه كل مرة الماضية، انه احنا عم نحكي عن اوتوماتيسيتي، عم نحكي عن اوتوماتيسيتي، بس نفس الشيء مش ماشي على حل شعرها، تمام. الاس اي نود والاي في نود التنتين مالهم it is both regulated، تركزوا لي على كلمة regulated by the autonomic nervous system by sympathetic and parasympathetic. كلكم شطورين وبتعرفوا انه الباراسمباثيك ايش ماله؟ بيقلل من سرعة الهارت، تمام؟ السمباثيك انا عم بحكي عن سرعة زائدة، تمام؟ سو الباراسمباثيك بيعمل عندنا انكريز للديلي، انكريز، ما تخربطني بالمصطلحات، انكريز في الديلي يعني انكريز في الديكريمنتال، اوكي؟ في الديكريمنتال، ركزوا لي في المصطلحات شوية ثالثة، يعني اليوم مثلا لما بعت لكم السؤال اي في اتز اسيمليونر وابصر ايش وهي الاشياء، بدنا نركز شوي بالمصطلحات، بدي اقرا شوي شوي السؤال بتمهل بتمعن الفسيو، بدك انت لما تقرا السؤال تقراه هيك تعمل له ريسبكت، تحترم للسؤال، تمام؟ اركز على المصطلحات، اللي ما احكي لك سيستول، سيستول يا اخوي بتختلف عن الدايستول، تمام؟ يعني في خيارات انتو اخترتوا انه فيها سيستول، بس هي بتكون دايستول، يعني فرق شاسع. وكيف بركز بالمصطلحات؟ بركز وانا احل هيك، بفتح عيوني، مظبوط مظبوط. اوكي، الباراسمباثيتك ستيمولاشن بيعمل عندنا انكريز في الديكريمنتال، اوكي، بس هو بيعمل ديكريز في الهارت سبيد، يعني بنعرف ليش، تمام. السمباثيتك تعمل عندنا ديكريز للديكريمنتال، يعني بيقلل الديلي، بيقلل الديلي، بس بنفس الوقت هو بس يقلل الديلي معناته انا عم بزيد بالسرعه، عم بزيد انا في السرعه. هاي بالنسبه للاي في نوت، هاي بالنسبه للاي في نوت. اوكي، هلا ندخل على خليني احكي الوصله اللي موجوده على الاي في نود، اللي هي الباندل اوف هيس، الباندل اوف هيس او بنسميها الاي في باندل مش الاي في نود. احنا كان كثير لخبطنا فيها دكتور وليد، الاي في باندل يمكن ما حد كان ينتبه عليها في الامتحان، لكن كانت تيجي بهذا الشكل، لما يحكي لي ما يذكر لي كلمه باندل اوف هيس بيحكي لي اي في باندل. اي في باندل انا عم بحكي عن ايش بالضبط؟ عن الباندل اوف هيس، عن الباندل اوف هيس، تمام. هلا بالنسبه للباندل اوف هيس يا ثالثه، قبل ما ابلش بالباندل اوف هيس بدي اذكركم بشغله عدناها تقريبا 900 الف مره، لما حكيت لكم انه الاتريوم عباره عن 1 كب لحال والفنتريكل عباره عن 1 كب لحال، مش ما في اي تواصل بينهم اكسبت هالاي في نود، الاي في نود هي اللي بتوصل للبندل اوف هيس وبتنزل، ممنوع حكيت لكم ينزل الاكشن بوتنشال من مكان ثاني زي يمر من هون، ممنوع يمر من هون، لازم بس مكان واحد، هي طريق واحد فقط للاكشن بوتنشال. حكيت لكم السبب انه هم مفصولين عن بعض، انه في عندي ايش يا ثالثه؟ حكيت لكم انه في عندي فايبرس، فايبرس رينج كامله فاصلتي الابر اللي هم السوبرا فينتريكل عن الفينتريكل، تمام. هلا هاي الفايبرس رينج، الفايبرس رينج يعني الها مواصفات، كيف يعني الها مواصفات؟ هلا الفايبرس رينج هي عباره عن وصله، تمام، وصله موجوده ما بين الاتشر والفينتريكل، وفي عليها فتحات، خلينا نحكي اللي هم ايش؟ الفور فالف، تمام، الفور فالف اللي هم الترايكاسبيد والميتشر فالف، وفي عندنا البلمونري والايورتيك فالف، تمام، سهله. هلا هاي هدول الفالفات هم متصلين مع بعض لانه في فايبرس تيشو، تمام، لانه في فايبرس تيشو، طلعوا كيف هاي المنطقه كلياتها مسكره، تمام، هي كلياتها مسكره ما في وصله بينها نهائيا، في عندي فايبرس. هلا هاي الفايبرس رينج، تمام، الفايبرس رينج ماسكه الفالفات مع بعض برضو، كيف ماسك الفالفات مع بعض؟ هلا في اشي اسمه عندي رايت تراينجل او ترايجون، في عندي الليفت تراينجل او ترايون، في عندي الكونس تندون، ايش هدول؟ هلا بحكي لكم ايش هدول. هلا الفايبرس رينج اللي بتوصل للايورتا، هلا محور الاساسي تاعونا الايورتا، تمام، هيو المرسيدس هي هون،
تمام. الايرطة هي موجود هون، ركزوا عليها. هلا الايرطة ماسك بهدول الفالفات اللي هم ايش، اللي هم الاي في، تمام، اللي هم المايترال والترايكاسبت، تمام، ماسكه فيهم بإشي اسمه شو اسمه، رايت تراينجل. هيها هيها شايفينها، هاي رايت تراينجل، هيها رايت، طب لي هذا تراينجل، تمام. وماسكه عندنا بالمايترال لحاله، ماسكه بالمايترال لحاله، تمام، بليفت تراينجل، تمام، هي ليفت تراينجل وهذا الرايت تراينجل. وصلت؟ وصلت. وبرضه الايرطة ماسك بي اللي قدامه، باللي قدامه اللي هو ايش، البلمونري، البلمونري فال، ببساطة اشي اسمه الايورتيك كونس تندر، ايورتيك كونس تندر. وصلت؟ اذا في عندي الكور، عندي الايرطة، الايرطة ماسك التنتين عن طريق رايت، رايت ترينجل، لانه هي هون جاي على جهة الرايت، اوكي، جاي بجهة رايت الكاسبت، اللي جاي على جهة الليفت، جاي على جهة الليفت، يعني انا بحكي عن المايترال، مسكته في المايترال اسمها ليفت تريانجل، وفي عندي الكونس، كونس تندون، هيك تندون صغير، كونس تندون، بكون ماسك الايورتا في البلمونري. تمام، متفقنا انه كل هدول الاشياء اللي عم ناخذهم هم عباره عن ديب في الاندوكارديوم، ديب في الاندوكارديوم. تمام، اتفقنا انه ممنوع يكون في اي فتحه بهاي الفايبر سترينج اكسبت ايش، الوصله اللي هي الاي في نود. هل الاي في نود بتوصل عن طريق انها تفتح هاي الرينج عن طريق اشي ماسك فيها اللي هو الاي في بندل اللي نفسها الهس، تمام. هلا هذه الهس، هيها الهس، تمام، هاي اسمها بندل اوف هس، هاي البندل اوف هس، وهاي الاي في نود، شايفين الاي في نود هيها. اذا عندنا البندل اوف هس تتكون من تو بورشن، تمام، تو كومبوننت، اشي ماسك بالاي في نود، وإيش اخترق الفايبرس رينج، تمام، إيش اخترق الفايبرس رينج. إذا عندنا penetrating portion، هاي واحد، اثنين الديستال portion اللي هو الماسك، الماسك بالـ AV node، تمام، عشان هيك سميناها AV bundle. أوكي، إذا الفتحة الوحيدة المفروض تكون موجودة بهاي الفايبرس اللي هي فتحة إيش يا ثالثة، اللي هي الـ AV bundle أو الـ bundle of His، الـ bundle of His. هاي حكيناها just one hole of the fibrous skeleton، تمام، physiologically. غير هيك أنا بطلق عليها اسم إشي تاني اللي هو accessory pathway، junctional pathway، extra nodal، راح يمر إشي extra nodal، تمام، راح تؤدي إلى أنواع أرثميات راح ناخدها إن شاء الله كلها، سواء كان بالفارما أو في الفسيولوجي بعدين. في عندي إشي اسمه junctional arrhythmia، أو بنطلق عليها اسم تاني extra nodal arrhythmia. ليش سمعنا اكسترا نودال ارثميا؟ بمختصر، يعني مختصر جدا مختصر، انا عم بحفز الفنتريكل من مكان خارج، من مكان خارج الاي في نود، معناها مر بمكان، ماشي، بمكان غير هذا المكان اللي احنا متعودين عليه، ماشي، سواء من هون ولا من هون، هو بالعادي من هون على جهة اللفت، تمام. هلا الدكتورة ذاكرت لي اسم باثولوجي، طبعا قبل ما ادخل على الباثولوجي بدي احكي لكم انه الفانكشن للاي في بندل، خلاص احنا عارفين، بتعمل هاند اوف، يعني بتمسك الحمل عن الاي في نود وبتدخل اياه على شو اسمه، على التول برانشز اللي هم البندل برانش، اوكي، البندل برانش، هاي فهمناها. هلا البندل اوف هس في ناس بيعتبروها اللي هي من ضمنهم الدكتوره، بيعتبروها اللي هي عباره عن ايش يا ثالثه، عباره عن بيس ميكر، تمام، والاغلبيه الثانيه من الناس بيعتبروها هي عباره عن كوندكتيف سيستم، عباره عن كوندكتيف سيستم. ليش بيعتبروها كوندكتيف سيستم؟ لانها هي عباره عن بيركنجي سيل وليميتد مايوكارديال سيل، تمام. اذا طبيعه الخلايا طبية، أنا كاتبة طبعا، طبيعة الخلايا الموجودة فيها هي عبارة عن بيركنجي سيلز، بيركنجي سيلز، عشان هيك بيعتبروها ناس عبارة عن كوندكتيف سيستم، وفي ناس ثانيين بيعتبروها as a generation، as a generation ل أو بيس ميكر للقلب، أوكي؟ إن شاء الله تكون وصلتكم الأفكار. هلا الدكتورة هون
ذاكرة الاسم باثولوجي، اسم باثولوجي تطبيق على انه الهي خليني احكي الاكشن بوتنشال مرت من مكان غير مكانها المعتاد اللي هو الاي في نود. لازم تمر بالاي في نود، لازم تروح على البندل اوف هس، ولازم تنزل عن طريق عندنا الليفت برانش وعن طريق الرايت برانش. الرايت برانش هلا في عندي سندروم بنسميها البري اكسايتيشن سندروم او الولف باركنسون وايت سندروم. احنا بالعاده الكل بيختصرها بوايت، دبليو دبليو بي دبليو، ماشي الدبليو بي دبليو. ايش اللي بيصير يا ثالثي؟ ركزوا معي، نحن بنسميها حكيت لكم البري اكسايتيشن سندروم. هلا بحكي لكم ليش بنسميها البري اكسايتيشن سندروم عشان تحفظوا ايش هي ال دبليو بي دبليو. هلا البي دبليو بي دبل ال دبليو بي دبليو في جماعة ناس هدول اللي عندهم هاي السندروم، ربنا خلق في القلب عندهم اشي اسمه اكسسوري باثوي. اكسسوري باثوي يعني اشي زيادة، مش هن بس الاكسسوارز المجوهرات والاكسسوارات زيادة على علينا. نفس الشيء هون هي عبارة عن اكسسوري باثوي بنسميها الكنت باندل او الكنت فايبر، تمام؟ كنت فايبر او كنت باندل هي بتكون موجودة بأي مكان في القلب، سواء كان هون 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 هون، تمام؟ اي مكان اي مكان. هاي هي البندل او الاكسسوري بندل او الكنت بندل، بتعمل انها شوفوا قديش هي شريره، بتروح بتحكي للاكشن بوتنشال شو رايك ما تمر من هون، تمام؟ تمرش بس من هون ومر برضو من عندي، بحكي لها تفضلي اهلا وسهلا، تمام؟ بحكي لها تفضلي اهلا وسهلا، فهي بتيجي مباشره الاكشن بوتنشال اللي بيوصل عندنا من الاس ان اون بمر بطريق غير طريقه وبمر بطريقه، تمام؟ بس برجع بمر بطريق ثاني اللي هو عن طريقه، تمام؟ فبيوصل الاكشن بوتنشال على على الفنتريكل من هون مثلا، او اذا كانت هي موجوده هون هاي الكنت باندل بمر من هون، تمام؟ وبينزل من هون وهو لسه اصلا من هون بعده ما نزل، لسه هو مرحلة الديلي مثلا. هلا صار في عندي انقباض للفنتريكل وهاي لسه ما وصلتش وكل هيك. فهمتوا الفكرة؟ الفكرة الأساسية إنه عندنا باثوي نزل من هون طبيعي، وباثوي راح على الاكسسوري من هون مر من هون وخبص الدنيا، تمام؟ هلا هذا الباثوي لما يجي هون، تمام، بده يرجع، تمام، بمر بحلقة دائرية هيك، بمر بحلقة دائرية ما بينتهي، مر بحلقة دائرية ما بينتهي. فنحن بالعادة الأرذمي بنقسمها حسب الميكانيزم. هلا هذا ال دبليو بي دبليو بيعمل أرذمية، تمام، بيعمل أرذمية. بنقسمه لعدة ميكانيزمات، من ضمن هاي الميكانيزمات إشي اسمه ري انتري. ري انتري شو يعني ري انتري؟ يعني هالباثوي اللي وصلت هون، تمام، كملت طريقها، تمام، كملت الجسر تاعونا ورجعت طلعت من هون. لو أغير أنا لون الخط عشان أسود أو أصفر، مش عارفة لون بدي أخضر، تمام، لوني المفضل. هلا نحن هون، تمام، هاي شوفوا هاي الري انتري اللي بدها تصير هون. تبعوا معي هيك هيك هيك، وبترجع يطلع من هون، تمام. يا إما بروح بيصدم بال الباثوي اللي نزلت من هون وبوقفها بتبطل تنزل، او انه بروح هيك بلف بلف وبيعمل عندنا اوفر ستيميوليشن للايبينو. شوفوا قديش مصيبة يعني الموضوع. إذا دبليو بي دبليو بتعمل إنه في عندي هون كنت، أو خلينا نحكي اللي هي عبارة عن الأكسسوري باثوي. أكسسوري باثوي، تمام يا ثالثة، أكسسوري باثوي، وهذه الأكسسوري باثوي بتسمح إنه يمر الأكشن بوتنشال من غير مكانه المعتاد، يعني مش راح يمر بالديلي، تمام؟ إذا ما راح يكون في عندي ديلي. إذا نو نو ديكريمنتينج، هاي بحط تحتيها انا كبرت لكم اياها 900 الف خط. اذا عندنا نو ديكريمنتنج لا الاي في نوت، تمام، لانه مر بطريق ثاني، فراح يعمل هون كونتراكشن وهذا لسه ما وصلش للاسف الشديد يعني، تمام. هي واحده من عمايلها. العمل الثاني اللي بتعمل هالشيء الشرير الثاني انها بتعمل عندنا ري انتري، بروح بوقف هاي السيجنال اللي جاي من هون وبحكي لها خلص ما فيش داعي، هاي بصدم فيها يعني وبخبط فيها وبخليها تبطل تنزل، تمام، او بيجي هون بليف، تمام، وبيعمل عندنا اوفر ستيميوليشن للاس اي نود او الاي بي نود، عادي فيش عنده اي مشكله للاس اي نود او
ال اي في نون. هلا الري انتري، هاد الري انتري اللي بيصير تمام، بدخل البيشنت، خاصه اذا صار في عندي اوفر ستيميوليشن، اذا عملنا اوفر ستيميوليشن راح يدخل البيشنت بشيء اسمه ريس تراك كرنت. بالعادي بكون صراحه البيت عنده كتير كتير يعني تكي كارديا، بكون يعني عم بحكي عن اعداد فوق ال 200 تمام، من 200 500 هيك مصيبه. اوكي بكون كليات القلب هيك عم بيرجف يرجف يرجف. آه ليش؟ لانه انا في عندي الردنيه، في عندي الردنيه. اذا ركزوا لي على هاي الكلمات، نو ديلي يعني نو ديكريمنتيشن تمام، هاي واحد. اثنين في عندي دايركت تمام، دايركت كونكشن ما بين الاتريوم والفنتريكل تمام، غير الاشي اللي احنا نعرفه، في عندنا دايركت كونكشن ما بينهم، وبدخل البيشنت بايش يا ثالثة، بانواع الرذمية لا تحصى ولا تعد. كل انواع الرذمية ممكن انها تصير مع الدبليو بي دبليو تمام. تمام هيك خلصناها. حكينا في عندي بعد البندل اوف هيس مباشرة في عندي البندل براش، اللي هم ايش؟ الليفت والرايت. هلا الدكتورة عم تحكي لكم انه الليفت بتختلف عن الرايت. كيف تختلف عنها؟ انه الرايت تقريبا طالع منها بس واحدة، والليفت الليفت طالع منها ثلاث. كيف بدك تتخيلوا لي اياها؟ انه الليفت فنتريكل هو بالعادة البلك شوي 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 نتوفة اكبر من الرايت، وهو اكبر شوي شوي من الرايت، فهو بيحتاج لبندلات اكثر تمام. فبتوصل لي الليفت بي 3 بندل، اما الرايت بسنجل واحدة. سنجل واحدة هي ذكرت ايش الموضوع على الاي سي جي، مش فاهمة ايش قصدها يعني 3 سيجنالز وهاي الاشياء صراحة، اشي معلومة غير مهمة بس بدي تحفظوا، لانه الرايت تمام سنجل سنجل برانش، بس انه الليفت عندنا عليه ثلاث. ليش؟ لانه بدنا نحفظ انه الليفت ينتقل هو اكبر شوي من الرايت تمام. كلياتهم متفقين من البداية انهم ديب ديب اندو كارديال تمام، في منطقة الانتر فنتريكولار سيبتم، في الانتر فنتريكولار سيبتم. صراحة بتمرش كتير بالانتر فنتريكولار سيبتم زي ما انتم شايفين، راحت مباشرة من هون تمام. هاي خلصنا الشق الأول من محاضرتنا، اللي هو حكينا شوي فيها عن الكوندكتيف سيستم، حكينا كل واحدة خصائصهم فيها هيك بطريقة حلوة وفهمناها مظبوط. هلا ندخل على الشق الثاني، اللي يعني أغلبكم صرتوا تسألوني عن الأشياء الموجودة فيه، اللي هو عندنا الديبولاريزيشن أو الأكشن بوتنشال عندي في الهارت. هلا بدي تعرفوا لي قبل ما نبلش انه الاكشن بوتنشال الموجود في الهارت بينقسم لجزئين تمام، لان في عندي نوعين من الخلايا الموجوده في الهارت، في عندي كونتراكتايل سيل، في عندي الكونتراكتايل سيل اكشن بوتنشال، واكشن بوتنشال لا نودل سيل، بيختلف عن بعضه ولا الهم علاقه ببعض تماما. النودل سيل في عندي تشانلز فيها مختلفه تماما، حتى شكله في صورة كنت حابة أفرجيكم إياها بس خلاص مش مهم. عندنا شكل الأكشن بوتنشال، شوف كيف السبايك هون تختلف، وهون طلعوا في فترة هيك عاملة فص هون زي اللي اسمها بلاتو، أخذتوها يمكن في سنة أولى تمام، هون يعني بيختلف تماما عنه تمام. برضه ريستنج ميمبرين ريستنج بوتنشال ميمبرين لأنهم بيختلف تماما. هلا خلينا نحط الفروقات على جنب وبلش نحكي عن الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن في النودل سيل، يعني انا عم بحكي مينلي عن الاس اي نود، عن الاي في نود تمام، وعن الكونتراكتايل سيل انا عم بحكي عن الاتريوم، وانا عم بحكي عن الفنتريكل، عن الفنتريكل. لما احكي لها النودل سيل ايش البولاريزيشن والديبولاريزيشن، بدي اتبع على شغله انه ما الها ميسنج برين بوتنشال ثابت تمام. هي بتحكي لك الدكتوره فلكتويشن، يعني مره على ماينس 60 مرة على ماينس 70، إذا بتحب على 65 زي ما بدها تمام. الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي بنبلش فيه it is a fluctuating في النودل سيل تمام، في النودل سيل لأنه بيتحكم فيها سمباثيك وبرا سمباثيك، صح ولا لأ؟ فحسب ما بدي أنا بغير عندنا الريستنج ميمبرين بوتنشال تمام. إيش اللي بيصير لو افترضت إنه الرقم أعطيته ماينس 60 ماينس 60 تمام. هلا ركزوا لي اهم اشي يا ثالثه على الشانل تمام، لما احكي فوني صوديوم، لما احكي كالسيوم، متى بفوت البوتاسيوم، لانه هلا بالفارما راح نعتمد كثير عليهم هذول، راح نعتمد بالفارما كثير عليهم. ركزوا معي، دائما دائما اي دي بولرايزيشن بالحياه، عمركم اخذتوا دي بولرايزيشن بالحياه من بلش صوديوم
مستحيل. اذا عمليه الديبولاريزيشن دائما ببلشها بصدر. هلا الديبولاريزيشن النودلز اللي ببلش ب شانل معينه لازم تحفظوها بصلا، اسمها فاني صوديوم شانل، تمام؟ فاني صوديوم شانل، هاي الفاني صوديوم شانل بس تفتح راح يصير تدخل لي الصوديوم جوا، صح ولا لا؟ على النودلز بس، معناته انا عم بدخل عندنا بوزيتيف تشارج، صح؟ هلا البوزيتيف تشارج هاي راح تزود لي عندنا البوزيتيفيتي، راح ينتقل من ماينس 60 الى الدايه ثالثه الى ماينس 40. اذا عندنا بدي احفظ انها الفاني شانل، الفاني شانل بتحول الريستنج ميمبرين بوتنشال لماينس 40، بس ما بتشتغل لحالها، بتحكي لو سمحتي يا الصوديوم شانل خاصة انت الترانزيت السريعة اللي كتير سريعة اللي بسرعة بتشغلي بسرعة بتطفي، يعني ما بتاخذي فترة طويلة، ممكن تشغلي معي عشان نزود البوزيتيفيتي عشان ننقلها من ماينس 60 الى ماينس 40؟ اوكي بتحكي لها ماشي. اذا عندنا اللي بيوصل اللي بيغير لي اللي بيعمل الديبولاريزيشن اللي بيغير لي الريستد برين بوتنشال من الماينس معين لا ماينس 40، اللي هم تنتين الفاني صوديوم، فاني صوديوم هيها تمام، هي الاف فاني صوديوم، ومعها بتساعدها الترانزيانت، الترانزيانت سريعة سريعة هاي خلص يعني بسرعة بتشتغل بسرعة بتطفي، تمام؟ اللي هي ترانزيانت كالسيوم، تمام؟ تحكي لها تفضلي معي، فبتزيد البوزيتيفيتي، يعني عم بحكي عن 3 تشارج يعني بوزيتيف زائد 2 وزائد 1، تمام؟ هلا بعد ما يوصل الريستنج ميمبرين بوتنشال لماينس 40 لماينس 40، تمام؟ التي طبعا بدي تركزوا لي متى بيفتح ومتى بيسكر، يعني ممكن صرت تحكي لكم فتح سكر زي هيك، تمام؟ بتخربطني بالفتحه والتسكير. هلا هدول باول الفني فاتحين كلهم، هلا عشان يتحول من ماينس 40 من ماينس 40 لا هي بتحول من ماينس 40 لصفر، لصفر الاكشن بوتنشال، تمام؟ لازم تسكر، تمام؟ تسكر الترانزيت كالسيوم، تمام؟ وتفتح اللونج كالسيوم، تمام؟ فيبلش يدخل هالكالسيوم جوا، بيعمل عندنا انفلكس الكالسيوم وبيحول لي عندنا ريستنج برين بوتنشال لصفر. يعني اذا سالتني الدكتوره اللي بيحول لي الريستنج ميمبرين بوتنشال من سالب 40 لصفر، شو بتحكي لها؟ اول اشي لازم يسكر اللي كان فاتح، بدها تسكر الترانزيت كالسيوم شانل، وبدها تفتح عندنا اللونج اكتين، هاي اكتينج ماشي، يعني هاي بتطول شوي فتحتها، بتضل يعني فتره اطول، تمام؟ لونج اكتين كالسيوم شانل، فبصير يدخل عندنا الكالسيوم بانهمار جوا، يدخل يعني بيزيد البوزيتيفيتي، بيزيد البوزيتيفيتي، تمام؟ نقل لي اياها تخيلوا من ماينس 40 لصفر، من ماينس 40 لصفر. نحن الان في عمليه الديبولاريزيشن، تمام؟ نحكي عن الصوديوم، والإشي المميز بالهارت مصل انه في فيها كالسيوم، تمام؟ فيها كالسيوم. هلا الإشي اللي برضه نحن متفقين عليه من زمان انه ما بيصير ريبولاريزيشن without بوتاسيوم، without بوتاسيوم. عشان اوصل انا للريبولاريزيشن المفروض انا اعمل اوف للكالسيوم، تمام؟ اسكرها لو سمحتي سكري، وصير انا افتح البوتاسيوم شانل عشان يصير له اي فلوكس، يعني يطلع لبرا، يطلع لبرا عشان يقلل البوزيتيفيتي ويرجع مره تانية للنيجاتيف ستيت اللي هي يعني اراوند في المثال هذا اللي عنده اللي هو الماينس 60. وصلت؟ اذا عندنا عملية الديبولاريزيشن بتبلش بايش؟ انا متفقين من اول على الصوديوم في النودل، في عندنا فاني ماشي مش المبسوطة، الفاني الفاني صوديوم، هاي معاها الترانزيت كالسيوم تيجي تساعدها، تحكيها انا بدي اضحكك واساعدك عشان نوصل ل ماينس 40، تمام؟ تمام. هلا عشان اوصل للصفر، اذا في عندي 40 في عندي صفر، الصفر لازم تشغل فيها اللونج اكتنج للكالسيوم شانل، تمام؟ بعدين لازم نوصل بعد الصفر، دائما احنا بنوصل للريبولاريزيشن، وما بيصير اي ريبولاريزيشن without بوتاسيوم، without بوتاسيوم. وصلت؟ في عندي بلاتو هون؟ لا. تمام. في عندي ديلي هون؟ لا. يعني الديلي بمختصر مفيد، ما لهوش دخل بالاكشن بوتنشال اللي وصل. الديلي بيعتمد ميلي على الجاب جنكشن الموجوده وعلى السايز للدايمتر، تمام. اخر اشي، اخر اشي يلا نصحصح، الكونتراكتايل سيل. الكونتراكتايل سيل هي عباره عن ترو اكشن بوتنشال. شو يعني ترو اكشن بوتنشال؟ يعني في عندي انا فيزات،
تمام، action potential true، تمام، فيهوش أشياء مميزة. يعني أنا عم بحكي زي كأني عن السكريت الماسد، تمام، بس الإشي المميز فيه لو إني حذفت هاي المنطقة بيصير بالضبط زي السكريت الماسد، تمام، زي السكريت الماسد. خلينا نركز، حكيت لكم هلا لو بدي أقسم أنا، هي أصلا مقسمة، يعني بحكي لكم إياها بشكل تقسيمات عشان إنه توصلكم الفكرة أكثر. الكونتراكتايلز بنقسمها لفايف فيزز من زيرو لأربعة. زيرو هاي فيز رقم، فيز زيرو هاي واحد، تمام، عندي 5 فيزز، 5 فيزز. انا عم بحكي عن كونتراكتايل سيل اكشن بوتنشال. بالبدايه نحن دائما بنبلش بايش؟ بدي بولاريزيشن. هل يحصل دي بولاريزيشن الثالثه وداوت صوديوم؟ لا، معناته هاي اول فيز. شايفين هاي الشحطه اللي طلع الكبيره، هاي الربد، الربد الدي بولاريزيشن، هاي بنسميها المرحله الفيز زيرو، تمام، لحد هون فيز زيرو. هلا الفيز زيرو هي عمليه فقط، فيز زيرو هي الدي بولاريزيشن. شايفين هاي الفيز زيرو فقط هي الدي بولاريزيشن اللي تح الواحد وانزل هون. انا عم بحكي عن ري بولاريزيشن، تمام. اذا الفيز زيرو هاي لازم نبلش فيها الصوديوم، تفتح قنوات الصوديوم على الفولتج، بتفتح على الفولتج، ما بدناش لا طاقة، ما بدناش اي تي بي، وما في شيء فاني، يعني مش فاني، تمام، مش فاني. الكونتراكتلز ما فيها فاني، الاشي اللي احنا حافظينه من زمان فيها. الصوديوم بتفتح، نعرف انه ريستنج ميمبرين بوتنشال تاعون الهارت ماسل ماينس 90، تمام، بحفظوا هذا الرقم ماينس 90. بدي احول من ماينس 90 واطلع مباشرة لل30، تمام، فبتفتح عندي قنوات الصوديوم فولتج جيت، تمام، تعمل سادن انكريز للمبرين بوتنشال، تخيلوا لموجب 30. اذا عندي ماينس 90 بعدين بوزيتيف 30، تمام، مين خلى الماينس 90 بوزيتيف 30؟ الصوديوم لحاله، فيش كالسيوم، تمام، فقط صوديوم، تمام. هلا بنتقل، ببلش مباشرة بمرحلة الريبولاريزيشن، بقسمها من واحد لأربعة فيزز، من واحد لأربعة فيزز. المفروض عشان أنا أبلش بالريبولاريزيشن حكيت لكم فيش إشي ببلش إلا لما يسكر اللي قبله. فالفيز 1 بتبلش عنا، عشان أعمل أنا بدي أرجع للنيجاتيفيتي، بدي أنزل نزلة صغيرة، تمام، أول نزلة هاي اللي هي الفيز 1، تمام. شو سببها؟ انها تسكر الصوديوم شانل، تسكر الصوديوم شانل لثالثه، وبتفتح البوتاسيوم، لانه ما في ريبولاريزيشن وذاوت بوتاسيوم، تمام، خلاص. يعني احنا مش فحر، يعني حفظناها، حفظنا القواعد الاساسيه وانا عم بطبق عليهم، ما في داعي تلخبطني. الفيز 1 لازم تسكر الصوديوم وتفتح عندي البوتاسيوم شانل، تفتح عندي البوتاسيوم شانل، وبتنقل لي هاي بدي تحفظوا لي اياها. هي تقريبا يعني هي من 30، تمام، من بوست 30 لزيرو، بس هون هاي بتغيروا لي اياها، انا ملخبطه هاي هون، بس في الفيديو هلا راح اغير فيها لكم اللي هاي 10، هون تكتبوا لي هون 10، تمام، من 10 لزيرو، لانه في خطوه مفيش داعي تعرفوا لي اياها. بتصير اصلا هي من بوزيتيف 30 اللي هي مرحلة تسكيرة شو اسمه، تسكيرة الصوديوم مباشرة، بتحوليها من موجب 30 ل 10، وبعدين من 10 ل 0 اللي هي على فتحة ايش؟ البوتاسيوم. على فتحة عندنا البوتاسيوم هون انا بدخل، تمام. اذا في عندي، بصير عندي داون ستوب فترته كثير قصيره زغنوطه، اللي هي الفيز رقم 1، لازم تسكر عندنا الصوديوم شانل، تفتح عندنا البوتاسيوم، لانه ما في ريبولاريزيشن وذاوت بوتاسيوم، فبينقل الاكشن بوتنشال من بوزيتيف 30 بينزل لي اياه للصفر، صفر. هلا مرحله الصفر، المرحله المميزه اللي عندنا اللي مش موجوده باي مكان، مرحله البلاتو. مرحلة الصفر، أنا عم بحكي عن مرحلة البلاتو. مرحلة الصفر هي مرحلة البلاتو، بدي أعيدها 90,000 مرة عشان تحفظوها، لأن البلاتو هي إشي مميز كتير للهارت مثلا، تمام. مرحلة البلاتو هاي مخصص فيها الكالسيوم، لأنه الكالسيوم يا ثالث، كيف بدي تحفظوها هاي؟ إنه البلاتو بيطول فترته، تقريبا هي 200 ملي سكند، يعني عم بحكي عن 2 سكند. البلاتو لما يطول، ليش بتطول فترة البلاتو؟ بدي تعرفوا لي، لأنه الكالسيوم قديش شحنته؟ موجب 2، فهو تقيل دم زنخ، يعني هيك حامل على ظهره شحنتين، وهيك لزج يعني زنخ، تمام، زنخ. فهو لأنه زنخ بيمشي ببطء، بدي تعرفوا لي الكالسيوم دائما دخوله يا ثالث بيكون بطيء، تمام، بطيء.
فدخول البطيء راح يطول لي مرحلة البلاتو. تمام، إذا مرحلة الفيس 2 اللي هي البلاتو 2 2، فيس 2 بلاتو. تمام، مين مميز فيها؟ ليش فترة طويلة وعاملة ديلاي وحالتها حالة؟ لأنه فيها الزنخ الكالسيوم. تمام، الكالسيوم هذا زنخ ودمه تقيل، فبيطول لي هاي الفترة، فبيعمل هيك زناخة في 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 الفترة هاي اللي هي 200 ملي سكند. تمام، والبوتاسيوم ماله عم يطلع برضه، بس بيطلع بكميات قليلة، مش زي شو اسمه طلعته اللي موجودة هون، طلعته الموجود هون. هلا مرحلة الليبتو هون القلب هون مرحلة ايش يا ثالثة؟ راحة، ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. تمام، بكون مرحلة راحة، ولا بصد زي ما بيحكوها، ولا برد. تمام، ولا بيستقبل ولا بيستجيب بالمرة. خلاص بهاي المرحلة في عنا no response to any stimulus with long، تمام، absolute refractory period. هاي المرحلة إذا اللي بلاتو أنا مصفر، تمام، زيرو. مين مخصص عليها؟ الكالسيوم. تمام، الكالسيوم هاي مرحلة البلاتو اللي القلب ما بيستجيب فيها لأي نوع من المنبهات. تمام، ما بيستجيب فيها لمرحلة مرحلة الراحة، مرحلة الفيلينج. اوكي، هاي خلصناها. هلا فيز 3 مباشرة راح تفتح عندي بوتاسيوم شانل جديدة برضو، شو اسمه جديدة، ورايحة ايش يعني تزود عملية الريبولاريزيشن بسرعة، راح ينزل من صفر ويرجع لي مباشرة لماينس 90، لماينس 90. هي الخط ماينس 90، شوفوا انا رسمت الخط عشان افرجيكم شغلة، انه فيز 3 بتوصل لي جاست انه يفتح البوتاسيوم عشان اوصل لاعلى قيمه من الريبولاريزيشن. الفيز رقم 4 اللي هي الاخيره، هاي العمليه الريستنج هاي، تمام، اللي بصير هون يستجيب فيها القلب للمنبهات، اللي بصير يستجيب فيها القلب للمنبهات اللي هي الفيز رقم 4. هون ولا في عندي كالسيوم ولا في عندي صوديوم، فقط انه في عندي عمليه بطيئه لخروج البوتاسيوم، عملية بطيئة لخروج البوتاسيوم عشان ما أنزل كثير، اللي هي كنا نسميها نحن بال لا خلاص مش بدي أحكيها، اللي هي يعني بتكون عشان ما أنزل تحت 90 بكثير. تمام، عشان ما أنزل تحت 90 بكثير. شوفوا هون أنا نزلت شوي سن صغير تحت 90، تمام، وهون القلب بكون عندنا يستجيب لأي دي لأي يعني خلينا نحكي ستيمولس جديد، إذا تفضلوا ستيمولس جديد عشان نرجع مرحلة جديدة. تمام، إذا فيز رقم 4 ما بيستجيب فيها للريسبونس. تمام، فيز رقم 2 لبلاتو، هل في عنده أي استجابة؟ لا، لا هي ولا هي ولا فيز 3. تمام، أي ريبولاريزيشن عم بحكي عن صوديوم، أي دي بولاريز، أي ريبولاريزيشن عم بحكي عن بوتاسيوم سوري، انا لما احكي عن ديبولاريزيشن عم بحكي عن ايش ثالثي؟ عن الصوديوم. سو ما في داعي انها الدكتوره تخربطني بالارقام نهائيا. تمام، اذا هيك خلصنا نحن النودل سيل وخلصنا عندنا الكونتراكتايل سيل. تمام، سهلين، محاضره كثير سهله وخفيفه ولطيفه، بسطناها يعني خليني احكي باكثر ما يكون بحيث انه نفهم كل شيء فيها. محاضره سهله وبيجي عليها يعني يا دوبك كم سؤال خفيفين لطيفين زيكو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وصلتكم الافكار كلياتها، وبتمنى لكم انه يا تعالوا ضروري تنجزوا الفسيو اول باول، ما بدي تراكموا فسيو نهائيا، اذا بسمع انه حد مراكم فسيو راح ازعل عليه. تمام، وزي ما حكيت لكم اي مساعده، اي شعور انكم انتم مش عم تعرفوا تنجزوا، انه انتم مكتئبين، عادي ابعتوا لي، وان شاء الله يعني انه انا راح اكون خليني احكي انه اقدر اساعده لحتى نتخطى هاي المشكله ونحن نجيب على العلامات، لان الهدف عندنا نفهم وبرضه نجيب علامات. يعني انا فاهم ما اجيبش علامات معناته في عندي ديفكت في دراستي. تمام، فاي حدا نيد للهلب ايش 911 رنوا على الدفاع المدني اللي هو انا. تمام، أتمنى لكم التوفيق وآسف مرة ثانية على التأخير ويعطيكم ألف عافية.